Dalia AbdAlGhafar from REMAX and Mohamed UK office. Mahmoud AbdelNabi, REMAX. أخذ Agent of the Year السنة اللي قبل اللي فاتت، مظبوط؟
من 14 وهو صراحه احنا عايزين نحييه مش بس على ان هو المبيعات عاليه جدا كمان البرفورمانس بتاعه كونسيستنت ومستمر. واحنا عشان كده زي التراديشنز بتاعتنا كل سنه بنديله سبيشال كادو وبنديله رحله لاس فيجاس. عايزين نسمع كلمة منه بسيطة بس أنا عايز أسألك سؤال. كل الناس بتسألني هو عمل العمولات قد إيه؟ فأنا هديك مطلق القرية بتقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر مستر خالد على المجهود الكبير و يعني هو فعلا زي ما مستر محمد الغيبي قال هو العمود الفقري لشركه ريماكس وهو كان الانطلاقه لينا كلنا ان احنا كلنا